وهذا ليس غريب حقيقة. الجامعة الأردنية دائما جميلة لكنها اليوم أجمل، و50,000 طالب اليوم في الجامعة الأردنية إن شاء الله كلهم يمارسون حقهم الانتخابي في انتخاب ممثلهم باتحاد الطلبة بالجامعة. أرى يعني الأجواء جميلة، الأجواء منظمة، دخلنا على قاعات الانتخاب وكانت يعني منظمة والأمور تسري بيسر وسهولة. أعتقد أنه هذا يعني يعكس وعي طالبنا وطلابنا بالجامعة الأردنية كما هو إن شاء الله مواطننا الأردني بشكل عام. أهلا وسهلا فيكم في الجامعة الأردنية. اليوم إحنا بالنسبة لنا يوم مميز على مستوى الجامعة الأردنية، هناك مشاركة واسعة وحماس من قبل الطلاب للمشاركة في انتخابات اتحاد الطلبة اللي توقفت لفترة حوالي 4 سنوات بسبب جائحة كورونا وتبعياتها، بس اليوم ما شاء الله طلابنا عندهم إقبال كبير، هناك أجواء ديمقراطية شفافية عالية وحماس للإقبال على الانتخابات. طبعا الانتخابات بشارك فيها 48,200 طالب تقريبا، هناك قوائم متعددة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات. طبعا القوائم على مستوى الجامعة عددها 6 قوائم طلابية، وعلى مستوى الجامعة هناك 135 قائمة على مستوى الكليات المختلفة. فهناك قوائم مغلقة على مستوى الجامعة عددها 6 قوائم، وقوائم على مستوى الكليات عددها بمجموعها 135 قائمة.